أعزائي الطلاب، أعزائي متابعي المنصة التربوية السورية، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في درس جديد في مادة الفلسفة للثالث الثانوي الأدبي، وهو بعنوان المحبة. إذن درسنا بعنوان المحبة. أول شيء نطرح السؤال التالي أعزائي الطلبة: ما هو الحب الحقيقي، أو متى يكون الحب حقيقيا؟ حقيقة الحب يكون حقيقيا عندما يكون معبرا عن الخير العام، أو معبرا عن الفضائل الحسنة في المجتمع، مثل التعامل، الفضائل الأخلاقية مثل التعامل الحسن وتحقيق الخير العام والفضائل الأخلاقية العامة. إذن الحب يكون حقيقيا عندما يكون معبرا ومحققا للخير العام في المجتمع. قضية للمناقشة. يقول الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر: الحب هو وحده القادر على إشعارنا بأن وجودنا أصبح مبررا ومشروعا. ماذا يقصد جان بول سارتر من هذا القول؟ أي أن وجود الإنسان كي يستمر لابد من الحب، الحب بين الناس، الحب في العلاقات الاجتماعية، وإلا المجتمع البشري سيتحول إلى غابة يحكم فيه القوي ويسيطر فيه القوي على الضعيف وهكذا. إذن الوجود الإنساني يصبح مبررا ومشروعا بالحب ومن خلال الحب فقط، كما يقول الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر. ما الحب؟ الحب ببساطة هو منبع السعادة ومرفأ الأمان، وهو الذي ينقلنا من عالم الشر إلى عالم الخير للجميع في المجتمع. إذن وهو شعور بالانجذاب والإعجاب نحو شخص ما أو نحو موضوع ما، وتلعب في ذلك جملة من الهرمونات التي تحفز الحب لدى الإنسان. من هذه الهرمونات على سبيل المثال عندما نلتقي مع شخص لأول مرة ونكون مرتاحين معه خلال الدقائق الأولى، تبدأ الغدة النخامية بإفراز عدة هرمونات تحفز على الحب لدى الإنسان. من هذه الهرمونات هرمون الدوبامين وهرمون الأكسيتوسين، وهذه الهرمونات الأكسيتوسين هو هرمون العاطفة، بينما الدوبامين هو اللي بيدفعنا أنه نتتبع أخبار الطرف الآخر أو الحبيب وهكذا. إذن هذه الهرمونات يتم إفرازها في الجسم، والغدة النخامية هي التي تقوم بإفراز هذه الهرمونات لتحفيز الحب لدى الإنسان. إذن الحب هو منبع السعادة ومرفأ الأمان. كيف أفسر حدوثه؟ فحدوثه كما قلت يكون من خلال هذه الهرمونات، فيبدأ باللقاء الأول ثم الارتياح ثم الإعجاب، وإذا كان هناك ارتياح وإعجاب نحو شخص أو نحو موضوع ما، فتبدأ الغدة النخامية بإفراز الهرمونات التي تحفز الحب لدينا. إذن ننتقل إلى أولا معنى الحب. هناك معنى عام وهناك معنى خاص للحب. المعنى الخاص يعني يشير مفهوم أو يعبر مفهوم الحب بالمعنى الفلسفي بأنه هو عاطفة، وهذه العاطفة تنشأ بين طرفين كل منهما ينجذب للآخر. إذن عاطفة، هذه العاطفة تنشأ بين طرفين ينجذب كل منهما للآخر انجذابا دائما. أما الحب بالمعنى العام هو يعبر عن الانجذاب في شكله العام لأي شيء مبهج، لأي شيء مبهج يتصور فيه المحب سمة الكمال فيشعر باللذة المادية أو المعنوية عند التفكير فيه. يعني مثلا سيارة موديل جديد، مثلا قد نشعر إزاء السيارة بلذة مادية وبالتالي لذة معنوية أيضا. إذن الأشياء اللي فيها تناسب، اللي فيها تناسق، اللي فيها علاقات الثراء تجذب الإنسان ونشعر إزاءها باللذة المادية أو المعنوية. الحب إذن هو تعبير عن الفضائل الإنسانية،
مثل التعامل الحسن ومشاعر الإيثار. الإيثار هو بمعنى تفضيل المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية. إذن عندما نحب فيجب أن نفضل المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية، والعمل على تحقيق سعادة الآخرين وتحقيق الخير العام كما بينا سابقا. الحب في الفلسفة لا يمكن إدراكه بالعقل أو شرحه بالمنطق، نعم، لأن الحب عاطفة، والعاطفة هي كيفيات وليست كميات، يعني لا يمكن قياسها أبعاد، قياس أبعادها وحجمها وهكذا. إذن هي كيفيات لا نستطيع دراستها وإدراكها بالعقل أو شرحه بالمنطق. والفلاسفة اليونانيون حقيقة رأوا بأن الحب هو من الدعامات الأساسية للفلسفة، أصلاً لأنه كلمة الفلسفة هي مأخوذة من اللغة اليونانية فيلو صوفيا، فيلو بمعنى الحب وصوفيا بمعنى الحكمة، أي أن الفلسفة تعني محبة الحكمة. لذلك من الطبيعي أن يكون الحب هو من الدعامات الأساسية للفلسفة عند فلاسفة اليونان، وهم أيضاً شرعوا في بناء نظريات طوروا من خلالها الحب من مفهومه المادي إلى مفهومه الروحي. ما معنى أنه طوروا الحب من مفهومه المادي إلى مفهومه الروحي؟ أي الحب من مفهومه الظاهري الشكلي الجسدي إلى مفهومه الروحي، أي إلى حب المضمون، إلى حب المضمون، أي الانتقال من حب الذات إلى حب الآخر، إلى حب المجتمع وهكذا. إذن منذ الفلسفة اليونانية الفلاسفة طوروا من خلال نظرياتهم الحب ونقلوه من مفهومه المادي إلى مفهومه الروحي وهكذا. إضاءة: الحب مجموعة من المشاعر والسلوكيات. الحب إذن مجموعة من المشاعر والسلوكيات، وهذه المشاعر والسلوكيات تقوم على المودة والاحترام اتجاه الآخر. لكن هناك من يذهب إلى أبعد من ذلك فيعبر عن الحب بأنه يعطي الأولوية لسعادة الآخرين على حساب السعادة الخاصة، مثل الأم التي تعطي كل حبها لأطفالها حتى ولو على حساب سعادتها الشخصية. وأيضا هناك من يقول بأن الحب هو الشعور بالتعلق والحاجة الشديدة لأحدهم، أو الالتزام طوعا بمساعدة ورعاية شخص ما. إذن هناك مزيج من المشاعر في الحب، وهناك العديد من التعريفات للحب. طبيعة الحب: الحب مشكلة كبرى، الفلاسفة قاموا بدراستها منذ الفلسفة اليونانية إلى اليوم، وحقيقة هناك آراء مختلفة في هذه المشكلة، حتى الناس العاديين يختلفون حول الحب ولهم آراء متعددة تبعا للعادات والتقاليد وثقافة كل مجتمع. إذن نحاول أن نوضح طبيعة الحب. أولا نأخذ رأي علماء النفس أو التفسير النفسي لطبيعة الحب، أو كيف فسر علماء النفس الحب. أولا التملك، يعني أرجعوا الحب إلى ثلاثة أسباب. واحد التملك، الدافع إلى الامتلاك هو أصل الحب، الدافع إلى الامتلاك هو أصل الحب، لأنه نحن منحب نمتلك فمنحب. لذلك الحب، حب التملك يكون في المراحل الأولى حب أناني صرف، ثم هذا الحب يتطور مع تقدم المراحل العمرية وهكذا. أيضا ثانيا، إذا أول سبب هو التملك، ثانيا العاطفة. فأيضا علماء النفس قالوا أن الإنسان يولد مزودا بعدة انفعالات، ومن هذه الانفعالات عاطفة الحب، وهذه العاطفة هي تجمع فيها انفعالات العطف والاهتمام. هذه العاطفة هي التي تدفعنا أن نفرح مع الآخرين، أن نعطف على الآخرين، أن نهتم بالآخرين وهكذا. أيضا السبب الثالث هو العادة، أيضا يولد الإنسان مزودا ببعض الميول الغريزية، ببعض الميول الغريزية، وإرضاء أو إشباع هذه الميول
يقترن أو مقترن بأشياء معينة. يعني مثلا الطفل الذي يحب ألعاب معينة فهو يحب الشخص أو الأشخاص الذين يجلبون أو يحضرون له هذه الألعاب. إذن لاحظوا معي، أصل الحب هو عادة تتكون بالاقتران، يعني الاقتران بمعنى وجود شيئين في آن واحد، وجود الطفل أو وجود الشخص ووجود اللعبة. إذن الحب عند أصحاب هذه النظرية عادة تتكون بالاقتران. لنذهب إلى رأي شوبنهاور، آرثر شوبنهاور الفيلسوف الألماني كيف فسر الحب. يرى الفيلسوف الألماني شوبنهاور أنه تفسير الحب بإرادة البقاء، أي أنه فسر الحب بإرادة البقاء. طبعا النقاد قالوا أنه هو تفسير قاصر لا يمتد إلى صميم الماهية الحقيقية للحب، لأنه صراحة الحب ليس مجرد رغبة في إنجاب النسل. هل يمكن أن نعتبر الحب فقط هو رغبة لإنجاب النسل؟ لا يمكن أن يكون هذا الأمر صحيحا. الحب هو أولا وبالذات خروج من عزلتنا الأليمة، أي الخروج من المصلحة الذاتية إلى التعبير عن المصلحة الجماعية والسيطرة على الأنانية والتعبير عن مصالح المجتمع ككل وحب الآخرين وهكذا. والواقع أنه حين يتم التلاقي بيننا وبين موجود آخر، فإن من شأن هذا التلاقي أن يهز أركان وجودنا هزا عنيفا. بالحقيقة أنه الحب هو سر عميق في باطن النفس البشرية. يعني العلماء قالوا، علماء النفس والفلاسفة قالوا آراء مختلفة حول طبيعة الحب، إلا أن هناك أسرار ما زالت غامضة من الناحية العلمية، لم نستطع اكتشاف هذا السر العميق في أعماق النفس البشرية بعد. فعند التلاقي، تلاقي الحبيبين، فيحدث هناك هزة عنيفة داخل الجسم، فيثير في أعماق نفوسنا مشاعر متناقضة من القلق والجنون والفرح. لنذهب إلى رأي جان بول سارتر الفيلسوف الفرنسي، رأيه في هذه المشكلة الكبرى. المشكلة الكبرى في الحب لدى الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر هي مشكلة الصراع بين حريتين، مشكلة الصراع بين حريتين. بالحقيقة لماذا الصراع بين حريتين؟ لأنه كل طرف يحاول أن يتملك الطرف الآخر، لذلك يحدث صراع. لذلك الأصل في الحب عند سارتر هو مشروع يراد به التأثير على حرية الآخر، لأنه كل طرف يحاول أن يمتلك الطرف الآخر فيحدث هنا الصراع. لذلك نقول الحب عند جان بول سارتر يحمل في باطنه بذور فنائه. لماذا؟ لأنه إذا حاول كل فرد أن يتملك الطرف الآخر فيحدث صراع بين حريتين أو بين الشخصين أو بين الطرفين، وبالتالي يعني يحمل في باطنه الحب يحمل في باطنه بذور فنائه، أي نرى الألم يقترن بالحب وهكذا. لكن الشرط الأساسي لكل حب هو أن نتخلى عن نزوعنا نحو امتلاك الآخر. حتى يكون هذا الحب ناجحا لابد أن نتخلى عن نزوع التملك وأن نحب الموجود كما هو وهكذا. أما إيريك فروم فقد تجاوز الخطاب الكلاسيكي عن الحب، الخطاب التقليدي يعني، مؤكدا أن جذور الحب تكمن في الحاجة إلى الانتماء. الحقيقة كل فرد منا لابد أن يكون لديه انتماء إلى أسرة، انتماء إلى وطن، انتماء إلى مجتمع، تمام، الانتماء إلى جماعة الأصدقاء، وحتى يتم إشباع هذه الحاجة في الانتماء لابد أن يبني الفرد علاقات اجتماعية طيبة تقوم على الحب مع الآخرين. وأيضا يؤكد إيريك فروم، وإيريك فروم هو فيلسوف ألماني ولد عام 1900 وتوفي في عام 1980، أي أنه عاش في القرن العشرين، وهو فيلسوف له آراء
رائعة في مجال الحب، وله كتاب فن الحب، يقول الحب هي الرغبة للاندماج مع الآخر، وهي أكبر طوقان لدى الإنسان، إنها أشد عواطفه جوهرية، وهي القوة التي تبقي الجنس البشري متماسكاً، وكذلك الأسرة والمجتمع. إذن لاحظوا هذا الرأي الرائع لإيريك فروم، الحب هو الرغبة للاندماج مع الآخر، يعني الخروج من الذاتية إلى الآخر، وحب الآخر وقبول الآخر والاعتراف بوجود الآخر. هكذا تحل، إذا اندمجنا مع الآخر نستطيع أن نحل مفاهيم السلام ومفاهيم الحب، بدلا من الشر والصراع والحقد والكراهية اتجاه الآخرين. أيضا، وهي القوة التي تبقي الجنس البشري متماسكا. تصوروا مثلا المجتمعات البشرية بدون حب، ماذا سيحل بهذه المجتمعات سوى الدمار والخراب، طبعا للذات للإنسان وللآخرين أيضا. لذلك كما يقول جان بول سارتر في بداية الدرس، أنه الحب وحده هو القادر على إشعارنا بأن وجودنا أصبح مبررا ومشروعا، أي لا يمكن للإنسانية أن توجد يوما واحدا بدون الحب، وهكذا. إذن الشرط الأساسي لكل حب هو التخلي عن كل نزوع نحو التملك، ومن أجل محبة الآخر من حيث هو آخر وكما هو موجود. أنماط الحب، أولا الإيروس، الإيروس طبعا هو اسم آلهة الحب والخصوبة عند الأغريق، وإيروس بمعنى الحب العاطفي، أي الحب الذي يعتمد على الجاذبية الجسدية، وهو حب جنسي ورغبة، ويعبر عن الرغبة الشديدة في الجنس. ثانيا فيليا، فيليا هو التعبير عن العلاقة والحب بين الأصدقاء، طبعا هذه العلاقة تقوم على الولاء والتقدير، يعني كل الأصدقاء يعني بينهم الولاء والتقدير وهكذا، يعيشون مع بعض، يتشاركون مع بعض، بينهم الولاء والتقدير كل منهما للآخر. لذلك فيليا عند الفلاسفة اليونانيين أيضا تعبير عن ولاء أفراد الأسرة لبعضهم البعض، ولاء زملاء العمل وتقديرهم لبعضهم البعض وهكذا. أيضا ثالثا ستورجي، هو الحب العائلي، أي الحب بين الآباء والأبناء، وخاصة الأبناء في سن صغيرة جدا. هذا الحب يتميز بالبراءة والإلفة بشكل أساسي. إذن ما يميز هذا الحب هو البراءة والإلفة، تمام؟ مثلا الطفل الصغير يزحف نحو والديه أو أحد أفراد الأسرة عندما يراه وهكذا. أجابي هو حب الطبيعة وحب الإنسان لله وحب الله للإنسان، كما يشمل الإيثار. ومعنى الإيثار أعزائي الطلاب هو تفضيل أو تجاوز للمصلحة الفردية الشخصية إلى المصلحة، إلى تحقيق المصلحة الجماعية، أي حب المجتمع بدلا من حب الذات في الأثرة. إذن الإيثار بعكس الأثرة، الأثرة حب الذات، بينما الإيثار حب المجتمع وحب مصالح المجتمع. براغما هو الحب العقلاني أو الحب العملي، يعني مثلا شخصين أو زوجين مثلا يعيشون مع بعضهم البعض، بينهم تفاهم والتزام، لكن بدون عامل الانجذاب بينهما، يعيشون معا وهم متفقون مثلا على يعني بينهم التفاهم والالتزام، لكن من دون عامل الانجذاب بينهما وهكذا. أيضا فيلوشيا، أي حب الذات، أي فخر المرء بنفسه، وهذا النوع من الحب هو سبب الصراعات والنزاعات وانتشار الظلم والعدوان في المجتمع، لأنه يعني تخيلوا إذا كل فرد اعتبر أنه هو دائما الصح، وأنه هو بس فقط بيحب مصالحه وبيحقق مصالحه على حساب مصالح الآخرين، فهذا ما يؤدي إلى حدوث صراعات ونزاعات بين أفراد المجتمع الواحد. إضاءة خصائص الحب،
أولا التعبير عن مشاعر المودة قولا وفعلا. لاحظوا هون أعزائي الطلبة السبب والنتيجة، يعني نحن إذا عبرنا عن مشاعر المودة والاحترام قولا وفعلا للآخرين، يعني مش مجرد شعارات أو كلام نظري، يجب أن نحترم الآخرين في تعاملنا معهم. هذا ما يحقق الرضا لدى الطرف الآخر. يعني لما أنا بحترم الشخص الآخر، بحترم حقوقه، بحترم وجوده، بحترم ما له من خصوصيات ثقافية أخلاقية إلى آخرها، مما يتم تحقيق الرضا لديه، الرضا والارتياح. طبعا الشعور بالتعاطف مع احتياجات الآخر، يعني عندما مثلا نحضر عيد ميلاد أحد الأشخاص وخاصة الأطفال مثلا، تمام، فهذه رغبة في مشاركة الأنشطة المختلفة مع الآخر. يعني لازم نتعاطف مع احتياجات الآخر، يعني لأنه لما منشارك الطفل في عيد ميلاده فنحن منحقق له الحاجة إلى التقدير، منحقق له الحاجة إلى الاهتمام وهكذا. ثالثا تقبل فكرة تقاسم الممتلكات والأشياء الخاصة. يعني من يتنازل عن ممتلكاته الخاصة للآخرين فهو بحق يتبادل المشاعر بصدق مع الآخرين وهكذا. أيضا تقديم الاهتمام والمساعدة للآخر، فالذي يحب الآخر يقدم له الاهتمام والمساعدة. إذن النتيجة هو يتجاوز الأنانية وينتقل من المصالح الشخصية إلى مصالح المجتمع وهكذا. هل ندرك حقا من، رابعا، هل ندرك حقا من نحب؟ نحن هنا أمام رأيين متفاوتين بين الخيال والواقع. الرأي الأول هو للفيلسوف والروائي الفرنسي ستاندال، وستاندال اسمه الحقيقي بالمناسبة هو هنري بيل، هو ماري هنري بيل. يقول أننا عندما نبدأ في حب موضوع ما، فلما نحن منحب موضوع ما فنحن نسقط ما لدينا من صفات وأوصاف معينة على هذا الموضوع، أي نرفعه إلى درجة المثالية. مثلا أنت رائعة، أنت ملاك وهكذا، أي نرفع الموضوع إلى درجة من المثالية. يا ترى هنا ستاندال يتساءل، نحن نحب الشخص أم نحب الصفات التي أسقطناها على هذا الشخص؟ يتساءل هنا ستاندال. إذن نعيد رأي ستاندال. يقول ستاندال عندما نبدأ في حب موضوع معين، عندما نبدأ بحب موضوع معين فنحن نبدأ في إسقاط أوصاف معينة على هذا الموضوع. فهنا يتساءل ستاندال، يا ترى هل نحب الشخص أم نحب خيالنا عنه؟ بمعنى هل نحب هذا الموضوع أم نحب خيالنا عن هذا الموضوع؟ الرأي الثاني هو لسلافوي تشيشيك، وسلافوي تشيشيك هو ناقد وفيلسوف سلوفيني، ووصف بأنه أخطر فيلسوف سياسي في أوروبا في القرن العشرين. وسلافوي تشيشيك له رأي كمان رائع في هذا الموضوع، فهو يقول أنه ليس هناك شخص كامل، فكل إنسان لابد أن يكون فيه بعض العيوب الصغيرة أو الكبيرة، ولكن الجميل عند سلافوي تشيشيك هو أن نجد شخصا يحبنا على الرغم من عيوبنا، على الرغم ما نحن عليه. إذن هنا تتحقق أقصى درجات السعادة الحقيقية، عندما نجد شخصا يحبنا على الرغم من عيوبنا. خامسا أهمية الحب. الحب هو أساس الحياة، كما قلنا في بداية الدرس أعزائي الطلبة، لا يمكن للحياة أن تستمر إلا بالحب، لا يمكن للمجتمعات البشرية أن تتعايش إلا من خلال الحب ومنطق الحب. فتخيلوا مثلا مجتمعات تقوم على الكراهية والحقد والعدوان والشر، ماذا سيحصل عندئذ بالبشرية؟ لا يمكن الاستمرار، لا يمكن أن تستمر المجتمعات البشرية بدون الحب. لذلك الحب هو أساس الحياة، لأنها ببساطة
سوف تتحول إلى غابة، يعني المجتمعات البشرية سوف تتحول إلى غابة تحكمها المصلحة. يعني تخيلوا إذا كل شخص منا يحب مصالحه فقط ويحقق مصالحه على حساب مصالح الآخرين، ماذا سيحل بالمجتمعات البشرية وماذا سيحل بمجتمعاتنا؟ لذلك يعد الحب وسيلة للتواصل مع الآخرين، أي إذن الحب هو أساس الحياة، هو وسيلة للتواصل مع الآخرين. وبالمناسبة هنا يقول الفيلسوف الألماني إدوارد إشبرانجر: الحب هو الصورة الوحيدة الملائمة للتواصل الاجتماعي. يعني في التواصل الاجتماعي في علاقاتنا مع البشر يجب أن تكون هذه العلاقات مبنية على الحب. أيضا الحب يعمل على إصلاح الذات، يعني من خلال احتكاكنا وتعاملنا مع الآخرين واحترامنا للآخرين نصلح أنفسنا أيضا ونكتشف ذواتنا ونطورها وننميها من خلال تعاملنا واحتكاكنا وعلاقاتنا مع الآخرين. أيضا الحب يعطي طاقة للإنسان، يستطيع أن يسعى نحو الأفضل وأن يحقق الأفضل. والقيمة الحقيقية للحب هو أن نحوله هي أن نحوله إلى سلوك يومي. لذلك أعزائي الطلبة، نحن بحاجة إلى الحب في المجتمعات البشرية، لأن الحب هو الذي ينقل المجتمع من حالة الشر، من حالة الخراب، من حالة الدمار إلى حالة البناء، إلى الأفضل وهكذا. إذن أخيرا أعزائي الطلبة نصل إلى ختام هذا الدرس. كان معكم مدرس مادة الفلسفة علي دلي. شكرا لكم، إلى أن نلتقي في دروس لاحقة.